فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الثلاثة أن الطواغيث كثر ورؤوسهم خمسة. ذكر منهم من عبد من دون الله وهو راض، ثانيا من دعا إلى عبادة نفسه، ثالثا من ادعى علم الغيب، رابعا من تحاكم إلى غير ما أنزل الله، خامسا إبليس فهو إمامهم. ولذا لو نظرت إلى هذه الأشياء لوجدت أنها داخلة تحت مسمى الطاغوت. يجملها ويحصرها ابن القيم رحمه الله في قوله: وما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.